حرب تموز بمارون الراس كان في حجي ختيارة عم تطبخ مجدرة الساعة 12 بالليل على البرندة، وإذا بتطلع هيك على الحكورة لبرا بتلاقي عسكري إسرائيلي جاي من بعيد مفنجر. بس يا جدة كيف الحجي شافت واحد على قد بعيد إنه مفنجر؟ ابن من أنت؟ أنا ابن سعاد. أنا خلفها لسعاد ما بحبوش، شافته بقوطة الله شافته، ما مش هون القصة. اسم الله العظيم فجأة بينزل حصان من السماء بيحمل السيف بيسف قفيل العسكر الإسرائيلي بيطير له راسه. ببنت جبال كان في مرة ختيارة عمرها 70 سنة بس بتشوف منيح، فجأة بدق البيب، بتفتح البيب بتلاقي مجاهد. ها؟ بقول لها يا حاجة فيه اشرب لي كباية مي عطشين، عم مجاهد تعب. بتقوم هي بتقول له ولو انا هلا بجيب لك مي، هم شفت الطريقه على المطبخ. قمت فوت هي الحاجه لجوا، تقوم جاي شو جايبه جالن مي شي 20 لتر او 25 لتر بتذاكر. قوم هو بيقول لها يا حاجه لشو هالميت كلهم، بدهم يروحوا هباء منصوره. قالت له كيف يروحوا هباء منصوره مش شايف الالوف اللي وراك كلها عساكر؟ الله اكبر، كاينين الملائكه عم يقتلوا معاهم يمكن لك يمكن. جد بس بركي هاي مع سكيزوفرينيا. شو سكيزوفرينيا هي؟ لك هذا مرض يعني بتشوف اشخاص مش موجودين. ابن مين انت؟ ابن نظمية انا. انا ما عنديش تسوين يظهروا بالليل. ها؟ وشدوا لبوزك. والله معقول يكون معها سكيزوفرينيا. اذا قلت لك ما هيدي بنت، هيدي مرض. بالقنطرة كان في صبية ملتزمة بالبيت ومع مجاهد، كان برا في انزال اسرائيلي بالساحة بالجامع، حد الجامع هنيك بدهم يكسفوا الجامع، يعني هالجامع بصلي فيه ثلاثة وخميس على طول. لخص يا جدة. ست بوزك انت ما عم لخص، انا جايك بالحديث. يقوم هالمجاهد بده يظهر، بده يلتحق مع رفقاته، بس بس يظهر ليش؟ لأنه في انزيل برا. فشو بيعملوا؟ بتقوم بتقول له الصبية هي ملتزمة ها؟ بتقوم بتقول له خد هالعباية البسها وظهر على أساس شو أنت أختي. قام ظهروا شو عملوا؟ خدعوه للإسرائيلية والتحق بالشبيب وحرروها على القنطرة. بس جد شو ما عنده غير هالعباية؟ ابن من أنت؟ ابن حنان. إلي لحنان أنا مش راضي عن الزواج تبعها منيح؟ وقومي نيمو بكرة مدرسة. بكرة عطلة. أنا فتح على المدرسة على بكرة. يلا ولا درب اللي أنت وياه. هذا مظبوط هيدي ما عندهاش غير هالعباية. ما كنت لبسته عباية تانية، كنت طلت لطلي بالخزينة. المهم بلع دايشة بساحة الطيبة على مفرق بليدا. عما كيف زبطوها؟ مش حريني شو عم بحكي يعني؟ مش حر معقولي معي شيزوفرينيا يعني؟ حاش أقولك معي شيزوفرينيا؟ يا مش حر مع مين عم بحكي أنا يعني؟